بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وشركة وكيلة وبقل يلي حاج كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، الزكاة دي أيه كساب صنيا كتاب كاني. الزكاة لغة وحال إذا أنما بحكرده أما زيادة لإذا هذا الزكاة من الزكاة ونماء أما من التزكية وتطهير لابد معنا بوال الشيء شرعنا لابد معنا بوال جمعي زكاة حولهنا وكردسا وكي النبي ورجي عليه الصلاة والسلام صدقة الزكاة مالك من نقصام سوي بركيسا وحقا سوى زيادة النماء والنبي ورجي عليه الصلاة والسلام زكاة أصل كذا النماء وها حقا تطهيرك او دنوبتا اي اخلاق دا انواناك سنين اي بخيل نمدا بي زكادو كان نظيفنيسا او تزكيه يكون نغنيسا. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. مركا تزكيه نادنكا ويكان نغنيسا ايو ادوان كاللي ما دب بحية اي اي امهراتي كعيسا ان او يهي احد اله الرميسا او مؤمن ربعة هدان لبك لا ايمانين ومقراتية شهادة النقنيس صدقنا والليد هذا نينك اللي مادة أي تصدق بإيمانه أو على إسلامي بك مهراتك عيسى أمر رمينيسان والليد هذا زكاة مركة وأباب علوس وأبواب تشريعة النكمدة علوس كذو حكا إيمانا يا لبا حق بي جمعيسا لبا حق بي سكي أنت حق الله سبحانه وتعالى هي حق العباد فقراء هي مساكين تحق دوال دورها يا ودنكا waxay ka tahay silatu rabbi lil fuqara bay ka tahay dhana waa ibado ilahi subhanahu wa ta'ala haqi siba ku jiro in loo hoggaansamo oo nidaamka asagu dajiyo la qaato oo dadka u yiri waxa la siiyo la siiyo qadarka uu qorsheeyo goone maalka qofka muslimka uu ka qorsheeyo la baxsho imtithal li amrihi wa tasdiqan bi wa'dihi loo sameeyo dhanka ibadaa ka tahay ibadaadku labay noqdaan imma inayeen shukri ala ni'amillah وإما تعظيم له لبدا حكمة لو جديا مركا عبادة لبدا معنى بوا كتيرة ما دام لا يكون نعمي وحوله كسيي وعافمات كسيي إيمان كوير زاقي وحي وكسينا وحكب حسو وشكر على نعمه وآلائه بيدان كاكتاي رنوا تعظيمه إلهي أمر كسينا لقاتا لوينينيا لبدا حق بي جمع إساء صادرت زكاة مكا لبحيني لبدا حق بوا إن لم العصاده زكاة مركز سيدة وعبادة الله سبحانه وتعالى ومواساة وصلة للفقراء معناها سيكتمت سبب الوجوب إلى هذا دادي كواجبتنا واجرة دادي واجبتنا واجرة صدح دار رغن بيكد الوريك توحيك لواسك تفارع الشروط وهي سببك سبب الوجوب إلى هذا وإن مال كديرا هذا أدقى النولش هذا آدم الكدو كاسا الاسكوا فوحيك لوا تفارع خلاف كتاقين يهي وهي ومركة وإنات ملكي يهان آد هانتي دود غانتا كوردكتو هانتي كبادن قوتليون كادا مركا أما زكاة المال هان نقوتو أما زكاة البدن مركا هان نقوتي سداسا صاب الوجوب كوامد كاس ييكو واجبتا خلاف بدن باكتا غانو أدو انتو لسكو وافقسن يوائن وقف مسلمي هاي عاقل لي هاي بالغنا يهي حرنا يهي أفرتا شرطي أدو ومجمع لكن اعتبار انتو ده قيبا كمدا خلاف باك إيماني لكنه حطو مسلم يهي بالغنا يهي عاقل يهي حرنا يهي حقا نوها يستو مال فاضلة عن قوته واحتياجه إني زكاكو واجبيس إما في البدن أو في المال ومسألة إجماع مدى أيضا حيوغو مركا شرطيق بلوغا أما عقلقا لبدا شرطي خلاف باكو تشرا يهي واجبيس هددك إلهي سيغي سبحانه وتعالى سيديد داها سورة التوبة لغوشة إنما صدقات للفقراء إلى آخره أي واجبتا قرمي سقدوا مركة رقن قدوا والإخلاص رقن قاسي كدوا الوريكتا شرط قدونا وإن سوشن شرط والجوب كأما صب والجوب حدو تقانا إذن حكم بيليل يزكدوا حكم هو حوي قفك بحيا إن واجبك أدونك أكرعه آخرنا فضي يثوابك إلهي أغطل أقلي أوحيله حكم إليه هاي وحكم دونا وتأين نصوص تلمانه والتطهير تطهير من الأنجاس والأخلاق السيئة الذميمة
ويان ورفع الدرجات حكمة سيلة هاي إلهي وكد اللحسية والدرجات كور وقادة إيو أخلاق ذو حنون ولقات طهر ولقات نظيف إيو حكمة سامركا كجيرتا زكاة ودن كلامك لقى إيو و سياسة آدي آدو حق بدن أو حكيمة ومركا أفرصتو أي كجيرتو تريد لو تريدتك أغنية دا إلهي حولها سيي حقنا أي كجيرتو إن لو دن إيو dadka ka fuqarada labadaba way ku jirta saadarteed zakadu waxay ka waajibto waa saddex qaybood xoolo foofa oo marka la sugayo la naawulayo inay kordhaan ama tarmaan oo wax ku soo beero geel iyo lood iyo ariga xoolihii hoodan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kama waajibinin oo zakam ma saarin xoolihii foofa iyo xayawaanka ah taa marka waxaa loo turayaa dadkii aqniyada ah فرضه يضميره يبغله زكاة مصاري صدح الميسين ودقانه أما انت بدان لورد قضو ها كردين ها ترمين ها باتين أي إله سبحانه وتعالى زكاة كواجبه أدقى يجير يالله دميره يفرضه يبغله انت بدان قاديد بالله استعماله إنه ترمان الله مرد قضو غالبا حول اللقسوغ ماءها ترن إيو إنه باتان أو الله تمضي اللقسوغ ماء دنير بالله يشانين كهل قمه نين قاعد كردكتا نين دنا يركو قبص هذا صدرت كوا والوع في ذاتك أهل المال كابا الوع فيه والله توري صدح أنت بدن كردة إيه ترى أنت إيه بدتا إيه غالبا بالله سما يستحقنا إن لدف صدا حقنا لا أي ترمان أي هذا كذا الواجبي أي قد جودي أي الله قد توري ذاتك أغنية دا وحاول الله قد توري إلهي أقول حريستي لما دهم بلو البوح كبحية waxaa loo qabtay xilli hawlay 12 bilood ah xilligaas oo inta badan xoolaha ay kordhaan waa taqaan xoolaha la dhaqdada inta badan way kordhaan geela ugu sii dheero sanadkii buu ku dhalaa geela ugu sii dheer marka sanad gudhihi waa kii waa dhal waa dhalaya hadaan wax kale imanin adiguna inuu dhowr go dhalaaba laga yaaba looduna waa sidoo kale 9 bilood bay gaadhaa idan dadkii waxaa loogu turay xoolahi waa loo kala qada qaybta wax ka bixiyaalay mar muddadina waa lagu naxariisto waa loo dheereeyay xoolaha kale ay zakada ka waajibto waa waxyaabaha ka soo baxa dhulka ka yimaada kuwa ayuu dhulka ka soo baxa ee galeyda iyo masagada yaryarayda iyo bariiska iyo qamadida iyo waxyaabaha noocaas ee dalagaanu beerana asagu madal iyo muddo looma qabanin maxaa yeelay waxaa asagu xilligu faa'iis ay muuqato unbaa lagu oranayaa wax ka bix sida geela iyo lo'da iyo arigi لا دقاني إيه ترن كودي فائدة إيه مقنعة بعد سنة أو بعد مدة أيه مدة لسي أو حول بالو شرطي كون أيه ما لك جوان وحي مقدم بالله قرب هذا حبك هو جوان حلا قمر برت هذا يبعد الله ما هيست هذا يصدح بلاد كوكو دلا تي كوكو بسلا تي كوكو جوان هدواء فائدة برنا كي تعلاي محا حول لجسوي لا بيتم بلاد محل لجسوي واتو حقه يوما حصاده وأصو سدا سنة سنة الله قيمه asagii laftirkiisi kii madashii muddo loo qabtay xoolahan qayb gooni ah laga dhigay iyo kii dalaga go'ahayayba waa lagu naxariistayo ilaahay wuxuu noogu turay qadar yar baa la ka baxsha wixii badar ee dalag ee soo gala cushur baa laga bixiyaa waa taqaana toban meelood meel baa laga dhiibaa haddii loo oran lahaa boqolkiiba konton bixiya waxba zaka maydan bixise boqolkiiba afartan bixiya boqolkiiba soddon boqolkiiba he labaatan waxba lama bixiya عشر بالي طبعاً ميلود ميل طبعاً كوبا كوبا كبحية طبعاً كلور نلور كبحشة طبعاً كينتال كينتال كبحية كونكو كيلو حتى كبحسان بقول كيلو عشر بالله سبحانه وتعالى نصاري عشر كان في تركيس ومركة وحخرش أوسن كعب بحين أن كبنا ينحوج قد كفلي يا إلى لين تشمبر تاد كجيل لين يدوفيج الدوفار كي يدانير كاد كجيل لين أنك آي هدي خرش مطور يبي اللغو ورابية نبي الرفات نصف العشر بإلهي بقول كيبا شنها لقب بحية وي نص ماشي هي طبعاً لقب بحية طبعاً كي نص كيد با لقب بحيني نصف العشر وترد إلهي سبحانه وتعالى أنه قطري حولها وح لقب بحيني حلق لقب بحيني قدر كاللب بحيني انتو دية زكذا اللب بحيو وحاقوا بضان ركاز كبهل كالليد هذا وحولها دو اسكس عدوان عدمال كهشي ama gaala ha duugto ama wax laba ha la garan waay maadaama dhulku dhul islaam uu san ahay du kufaareedki wax loo oranayo dafiil jahiliya arkaas khums baasa ka waajibi hado iska socdo sida xaabadi meel iska taalo xoolaha heshay way xoolaha hadii marka dadka gamay xigtidi
maxaad ka bixinaysaa? Ghaniima laga dhigay. Wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusah. Khumus baad ka bixinaysaa. Shan meelood meel baad bixin afarta kala adaa ku caliya qubahay oo xoolaha ugu badan ee la bixiyo shan meelood meel. Wixii juhdi kala kaaga baxay tabac iyo dadaal iyo dalag iyo beerid ilaahay qaabkaas uu subxaanahu wa ta'ala ugu naxariistay. حق كل حولها يزكذو كبحذو ولا عجها ذهب كيف ضض يوحي لها المالة أيوم حلق بحياة ويكسي الليتان وكير يوح حلق بحني وحي لقب بحني يضلق يم السجد يبيرها وعشر بلقب بحنجرة طبعا ملود مل ركاز كنا شن ملود مل بلقب بحنجرة ده واحد بلاش كه شيء كان سو حلق بحني ربع العشر ربع العشر بلقب بحنايا شيء طبعا لو قيبي هي أفرتي بالله بحنا الله بيا برأه الله بيا برك هذه الله فيريو وخمسكي نسكي خمسكي نسكي ومرك هلق فيريو ركاز كلق فيري وخمسكي نسكي هذه الله فيريو حق الدلق يبيرهنا وامحي ونصف العشر مسوى ربع العشر ربع العشر إذا الله بشني يبر بقول كيف الله بشني يبر كون كي محد كبحن لواتن يشن شيلين طبعا كون محاد كبحين لو بقول لكم تنشيل طبعا كون بقول كون لو كون يشن بقولوش مليون كي لواتن يشن كون مليون شيل هذا هو مليون لواتن يشن كون مالين بدون كوكو قد يسمى ملكا كعضا إلهي سيدا سوء نوغو نحاريستي ayadoo sidaa tahay ayaan xaqi masaakiinta aan la bixinaynin oo la iska ilaalinaynin oo mid qaran u bixiyay iyo meel ku qoran haya zakar u bixin bagule meel insha Allah hoydun shubay meel ku qoran haya qaraabo soo booqatay wax yar u siiyay meel ku qoran haya qoliya dukaanka iyo uu runaya xuu aan inagu iska warqabnay suuqa hawlihiisa meel buu ku qoran haya ruuxi soo fiiriya meel buu ku qoran haya waxaas u dhaadum xuu leeyahay زكاة واضحة وزكاة معجلة كله انت يرتي إلهي قون دي هذي المسلمين تبقوا بحين لها وذلك قرى دا غوار وبحثوا قري وحي روح قف قصتوا مسلم وفقيرة بشي وحي أهل لها مشهر كون إلا بقلوا دولار كون إلا بقلوا دولار مسلمين تأدون كونوا للزكاة بحية مكة لقيمة يفقر ضوه فقير كأوي يرضل كأوي روحي له على فقير كستكون إلى أبغى ضرر أم شارع ودخلي أضفر أبدار يعني هو بقولي سديتهم كن هذا كين يمني بقولي سديتهم كن مسكين كهلا محاكوف الرجال زام بيل بو بايا يا كيوس هو يبغى فرنا يا هوش أقعد إيدين كأسبابين هاي ما إله وإيدين قندي وإيدين قرشي وإيدين طري وإيدين نحري نوال بوك استاغي مصلحتنا أسغى يقان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت يرتا أياد لذكر يا ورسقاب كهو أقاسم بحية زكاة مرك واباب سيدا أو علوس أئمة الشافعي وحيدة هذين صون كي حجك كفض من حيث الفضل ولا زي كفض بطل لكن شريعة صلاة كل جسي محيو كل جسي وأساس ورقني قال لبادي إسلامك بعد الصلاة وانا بقن كمسلمين تو بكتدو ضي باهدو ان اسحن بارتان امد اهدان وحي كحران تهي ان اسون حريستان وحي استران اسكالميان ايوها دي قران وايين الهي باك قندو كقو يي كي يلو وايانا حكم كيسو وعاديا زكادو باب ساو علوس بركا انتو المسلم كشيغو ايو ندول مرينا ان شاء الله تعالى وحدثني عمر ان محمد مكير الناقد حق سنة كلا واجبين نتلمان سنة كلا بادي هجرة أيا لواجب يالي هجرة لكن أصل كيدو قرآن كمكيغا إن بضنبو تلمان فضيسي وناقس بل أوامر بل لغا فهمها هي. وحدثني عمر ابن بكير الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سألت عمر بن يحيى بن عمارة المازني فأخبرني عن أبيه يقدت بي حديثك عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحوري ليس ما أهن فيما دون خمسة أوسق شنر تروحي كير صدقة الزكاة كما واجبته زكاة واجب مصار ليس ما آن فيما دون خمسة أوسق فيما
فيما أقلوا دون هنا أقل لك وضع فيما دون خمسة أوسق شنر الروح كير كما واجبه صدقة صدق كما واجب توسقه عند الحنفية وبقول بقول سقاشن يشن كيلوي هل كي وسقي وبقول سقاشن يشن كيلو جمهور أهل العلم وحي قبان بقول لباتان يلبو بوينت فو أما الربع وحو تقانان هل كي وسقي وإنتا سو كيلو بقول لباتان يلبو كيلو يربع أما بقول سقاشن يشن كيلو ويحل كي وسقي وسقونا ولحدا صعوات قرنيسا مركز شن وسقي وكيبه ويهي بقول إيو سجاشن شن كيلو اسكود دفتا وحدين صوب حاية سجال بقول ميغا سجال بقول تضباطن شن كيلو وعند الحنفي ليس فيما خمسة فيما دون خمسة أو سوق صدق صوما شن وسقي إنو بدر في راشينكو قارو كزكية شن توسقي بقى لسكوها يا قدر كود حق كيلة أهان مكلفيري عند الحنفية هل كي وسقي وحود دقما بقول سجاشن شن كيلو بقول سجاشن شن كيلو وحات كله فتان شن وحقوس وبيحي سجال بقول تدواتن شن كيلو وتبين كجواني سمر وحكل بيحي ترتوا لان كان مكلا غفير محاكد من لواتنيه لواتنيه شن وح يا كدب حاجة جمهورها العلمي من الحنفية عفوا من الشافعية والحنابلة والمالكية على خلاف بينهم وحاوي هلكي وسقي وبقول لباتن يلبو ايو ربعوي اما بوينت فو حاو تقادان انت كل افتشان تقول محايدين صوب بحي لح بقول يلبي يتبان كيلو صوما لح بقول يلبي يتبان كيلو لح جواني يو قدب وي لح جواني يو قدب جوانكو حوق هذا بقول كيلو جوانكو بقول كيلو قدب كنا مسنع بهذا اللي دادا هاف كيري هذا لو يتمنى كيلو هاف مرن هاف كسو كنتن ماهن كنتن كيلو يا بريها اللبات بها اللباتن اللي هذا نيع باصو بها اللي مكي إرساقته سيارات إذن كنت بخيلو ذي واقهور اللور يقذب باتشيري جراد نيع باصو بها اللي نيع نوال لباتن كيلو يا فرند اللباتن شن باهل شو لو يتمنى كيلو بس المهم لح بقوله جوان وعند الجمهور مسجدوا بدر كوح قد جاي بدر كوح قد جاي وانت وحده الكصبحة إلا قوض يستل بيجو لح بقول لبي يتمنى كيلو أما سجال بقول تطبات نشين كيلو حنفية متين شافعية نسلا ستحقوا ذي سمحت حقوا ذي سان لح بقول إلا بي يتمنى كيلو راشينكو هدو قارم حلقة ربا محل ذكر رأي شيء لحدا كيلو إيوه لبي يطول محل عشرة مرة بهال دي بعانقة لبي يطول عشرة كذا إيش لبي يطول من طمر وقيبي بس لحدا يكو كيلو الذي كربا لحدا يكو كيلو والله إيوه لوركو كنتن كيلو هي كوي طبعاً كيلو أنت أصل لجرا لحدا بقول عشر كيلو ولحدا كيلو لحدا بقول عشر كيلو ولحدا كيلو لبي طبعاً كنا عشر كيلو وهل فما زاد فبحسابه هو مثلاً لو عفن ماي ويح كربا وحلا جربا عشر كيسي وسيد العجاه كله سيد العجاه كلوي أو قصت وحي جلان حولها النول قيل يا الله ذي أريه وعلقون أنت نفقة بعلا لجا جرا هيو ميل هبلاء وحولها النور أما بدركو يضلق صوقا إيا لعاوه ملها وسقي يجرك بود ملها فما زاد فبحسابي قراماتكم بلغو قرن فورك واتفام إيسان بيلتا ليس ما أن فيما دون خمسة أو حق مذاهبتا حق مذاهبتا حق مذاهبتا مرك الله في خلاف في كجر مذاهبتا شنطا ظاهرية دي أفرت مذاهب كلية سنقا حنفية مالكية حنابلة شافعية يا ظاهرية شنطا مذاهب مرك نسوق بأنه مذاهبته وحاقوهرن باب الزكاة مكلا مري ومساكين تقدنا إياه أسوى أن كحد قد بينين أم أغنية ذا مذهب الحنفي مذهب الحنفي أي أغرر وحاكسي في عن مذهب الحنفي مذهب الظاهرية فيما عدا زكاة التجارة مذهب الظاهرية ومذهب كأغرر رقنا هذه الليلة هذا يقدنين فقراء المساكين
سيدا حنفيدو كلي لكن حقوف الشلمي حقوف بريغضي عروض تجارة عروض تجارة هذه اللي قصر ربعات بو واناكسنية هذه اللي اسكد داهيري وارد بدن هاي حنفيدو مذايب تافرت وقفع وحيسكد دا النصوص طبابها كتمت إطلاق هذا يضبر كذا كل إني كل أقمار أيوة من عسنا يقران سن حكمة اللوجي ذي الزكذا وحا أقو قلف سن أما أقو يرفق ما كلف في ري حكمة الشريعة مثل المالكي حنابي شافعية دراما حنابلا دا نقص الرون هدا شافعية إنه هدا أيوة ملب كي ملب لهم بيز كذا قليات على خلاف بينهم لكن شافعية حقوق وحد مدة إن ما دام أي قواعد أصوله فربنا إليه يكون خلافا حنفية ذا نصوص تان جمعين تي ذا آت بي أو التشددين إلى أترشو نمن كاني خلاف خاص أي أو بحي إيه فقرة إيه فقرة إلى أدسلي ذا شافعية ذو شو ويبكتك تم مكارم الأخلاق مكا الأمر يباب الوالدين كتاب النفقات بنكو قاردونا أباها يهوية ذا بيلكو ذو واجب كوكوما هذو غني ومليان ديرة هديسا هوية أباهين فقراء حقنا عريامون شقي سنك أباه يهودا بيلكو ذو حواجب كون نقونا يذم مليان دير وكان يوحى على بدن مركي أباه يهودا فقريهين وبالتالي عريان أيهين بوس هنديكاب أما عريان علان هاي دون كفسرة هذا يهودا أباه لوك سوك برويسن كرا يقوليها سو حقي كرا حيو مصطلح بقي كرا ماشان نفقة كرها تنكرنا يا بيل واجبكم أن أضرب بشيء كليه أو شو ميالي زاد ميالي كرتال دمير كنو بيدن سينا يا هذو مليان ديرة وشقالات المشار سينا يا وصاحب بضا بقولكم لبا بقولكم كم ارتقى هذا يا وماشا دون تمرا هاي إن هذا قرخ في رتوتها إما سارو دوغ دي شيء ويحوق بدانتو يوالي حدين شيري هين قبر يروي ولي شوبنا سو شقي ست وما حكى شقيزان حرورة الإسلام الحفايلها كبد الشمس قلها حاقدو مسوقين كاسو تنتو أما ورديها النقطو وضيق ورديها النقطو واشمان عاورو عنده عدادي خباس كنا كود دولو شافعي ذو ميلها قاركود وعطا يسو حيوغو تلابا دير رأي كجرتا تشدد في بعض المسائل المهم وحان ربا كلية مذهب ومذاهب خلافية انتان مسألة من حكمة إذا إيقتال هي أصل كلوجي دي نصوصتنا أيضا كوحد قد بين بنك أورون المركات نقم إنسان يلا ده فهم ويدان كاب كاب وحدا الشافعية ما تبكي الناس كده بتجند ولا فيما دون خمس ذود شن تلد وحي كيرنا صدقة زك مسار ولا فيما دون خمس ذود ذودكم مركوا جيلا تلد أما ترى أم بني صدح إلى طبعا وحي جار أما صدح إلى سجلا والله شجع ولا فيما دون خمس ذود أقلوي أقل خمس ذود من الإبل شن جيلا وحي كيرنا صدقة زككم واجبتو وحي واجب على الله يا جيلا أفرت إذا كانت كبح سوي كوب بنانتا راجينك الشنطة وسق كيرنا إذا كبح سوي كوب بنانتا وخير يا فضي لكن وحال الله يا واجب كسارا ميا مسمية حاجة وحاجة جيلا ولا فيما دون خمس أواق شن أوقيضت وحي كيرنا صدقة زك واجبكم أوقيضوا مركا وافضة خمس أواق شن أوقيض بالدي شن تو أوقيضي أما أوقيضي وأفرتن درهم أفرتن درهم لو قلت شن والله بقول الدرهم لعقت في الضلا مركي قال الله بقول قاله زكاة لقب حنية أم حلقة بحن ربع العشر أو أهل باش اللي يبر 2.5 ولا فيما دون خمس أواق شن أوقيضات كل أوقيتنا وأفرتن درهم في لو قلت شن أفرتن شان لغولو افتدوا الله بقول صوما الله بقولوا الدرهم بي كودة قيسا اي كودة قيسا العقدة في الضضاء قيلوا نمحو كودة قيا شان هلات يوحي كابدان راشين يدالك صوغة وحو كودة قيا وكودة قيا لح بقوية لبي توبان كيلو على مذهب الجمهور انت أصو حديثك كوشي وحدثنا محمد بن رمح النهاجر المصري أخبرنا الليث بن سعد وحدثني عمرو الناقد وحدثنا عبد الله بن إدريس الأودي كلاهما ليثي بن إدريس الأودي عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرو بن يحيى المازني بهذا الإسناد سند كأن صوم الريب كوريا مثله مثل الحديث السابق يعني عمرو بن يحيى المازني وحديثك قادم هي عن أبي سعيد صوم هي عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن ربه
وحدثنا محمد رافع أن يسابر القشيري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جويج عبد الملك أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه يحيى بن عمارة المازني قال وحولي سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي نبي وحوم إذا رامت المامي بكفه عندي سبرة كيسني صعب كيسي بخمس أسابع شنتي سفرات نبي كت المامي شن وحي كير شن وسقي وحي كير شن قيل وحي كير دعانت النبي سأوت ثم ذكر أي ابن جريج ابن جريج بل هذا متابعين هي وذاديه وري وذاديه وري حديث كقادان هي عمر انه يحيى المازني ابن جريج بهذا متابعين ومتابعين يحيى بن سعيد الانصاري رجل متكها ثم ذكر ابن جريج وحو شيغى بمثل حديث ابن عيينه سفيان بن عيينه كسو بلوني سنه كسو بلوداي سفيان بن عيينه سالت عمر ابن يحيى بن عماره فاخبرني عن ابي سماهي طيب حديث كسو كلو شيغى حق اللفظه وحدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني من فضل من لاحق حدثنا عمارة بن غزية الأنساري عن يحيى بن عمارة المازني قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول يعني حديث كأبي سعيد وأصح حديث في الباب أصح حديث في الباب باب كان أو قيادة قيل الشنطة معشرات كوحد طبان كاللقب بضر كي ضلق صوقع حديث كأغو صحيح سن ولذلك قب اللابي مسلم كذلك البخاري إن بضن بيعل علية تكرار قسمي حديث كان في كتاب الزكاة بروق يسير مركة مسلم جمعين صادرت إذا حد عبد البر وحوت المامي حفاظ فربنا أحاديث كتي من قاب كأنه وحو حديث أما أُشان جويان جيل الزكديزة إيو بدرك يلا عجها هل حديثه أصحي مشرينا وحن كان حديث أبي سعيد لكن حديث عائشة يمت حديث أبي هريرة وايما حديث جابر بايما دونه وكحوجن دنا مسلم شاهد وقد يقول حديثك حديث دورة أصحي لكن وده بس إذا قلت الله بصدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ماءها فيما دون خمسة أوسق شنرة الروح كير صدقة سككما واجب ومعنى ذؤوية هاي لحب قول إلا بيه تبنكي لوحي كير زكا مالها زكا واجب مجرتي وحاوي يمثلنا أم باكوفرا وليس ماءها فيما دون خمس ذود أي خمس من الإبل خمس من الأبعرة من الجمال من النوق وعيسكم يدون أدوه تريد بالسكيدة في صوماليكا إذن قد تريد بقرن ميسانة هلها يارين بني ليس فيما دون خمس ذود شن قيل وحي كيرنا صداقة زكوم واجبته وليس فيما دون خمس أواق صدقة شن قيضة فضاء وحي كيرنا زكوم واجبته صادرت أحاديث كتم ذهبك أحاديث كتم ضعف بكجرة ضعف بكجرة إلا باتن مثقال أما لباتن دينار وكجان قوي ضعف بكجرة حديثكم أصحي وذا داير وذا دان أحاديث كتم بي حوجيان لكن إجماع باكو قنتم حكا قفلا إجماع الصحابة والتابعين حديثك ضعيف كائن لغو رقم ما بنان أما واجبة لصحة الإجماع عليه ولذلك فقاد قركوليهين في ضد النصاب كيضو إيا قيمه ذو صبايا في الجاهلية والإسلام ما نفرديه وحفرديا سبين انت بضان ان رقاق اما حدا دوك عصون ضمل فريستوا ذهبك وحي اللعقة أمرك وحلقو جانقوين إياه ولقو قيمين إياه الدهبك وآه سيديتني إشان قرام أو الدهبة لعقة هذا أما في الدهار نقطة أما شلنكيات هالنقطة أما الصومالي هالنقطة أما دولار نقطة ما لنك أي كوك قوين كرتو سيديتني إشان قرام أو الدهبة وبلد كتجوكتا ويزكيسي دقائي قادة وينات كزكيسو لعقة أما أكون هكوطالو أما قرو هكوطالو أما بكار هكوكو جرتو أما هشاقيسو يعني وحاوي وحي اللعقة عروض التجارة اللي مدي هنا وحمل لقب بحياة ربع العشر آه 2.5 سديتني شنطة جرام مركي العقد هذا قاره أما الذهب كو قاره أما فضة أي قاره حلقة ربع ربع العشر لبيه برد بلقة ربع هو سنة دول البعة سنة دول البعة لبيه برد سديتني شن جرام هدي قيمها العقد هذا كير ياي أما قيمها بدأ عدد أي كير تاي أتقش قيسنا يسوع أما في ضوء كير تا وحب الله جامر رب واجبة لكن حقوق بنان خير إيو سنة حقوق بنان جرام كود أنت أنتوا يا والله سعة ما قوم مريا سديت كنيو سديت كنا شنب قالوا شو ورد في بالك عيرك هذا مرايا سقال كن يقول له في سديت نيشان سقال كن يقول لفت سورة دوين بنو جدنا تضاب قاليو تضرب بقول لحن إيشان كون أو شيلين كنيات يا مالك هذا هيستم حلقة ربع 2.5
7,500 baa loo jeeda intaas ay ku zakeysa lacagta hadda key dollar hadda hayso dollar baa u bedelaa hadii ila qiimaha hadda waa taqaana culays mala laba iyo bad hadda koor bani badan idin soo sheegay sida looga bixiyo lacagta hadda haysato mal 4 u qaybin sida qolii xisaabta waday iska daayay dhig jiray lacagta hadda haysato lagu dhuftey 2.5 loo qabiyo 100 waa xisaabi iskuulaadka waxaa lagu haysto lagu dhuftey 2.5 loo qaybiyo 100 hadda calculator baa walaal hayaa lacagtan baad qori waxa taaban slashka labada ibar faraha ka saaran yihiin sumagar raisa slashka labada ibar faraha ka saaran yihiin in baa taabari kadib maxaad qori wixii yaraa laba iyo bad 100 kii in baad dhihi laba iyo laba taaban meesha pointiga taaban shan baad qori kadibna islaash ki feeraha weyna taaba waxa ku soo bixi wixii ku soo bixi jiray marka hantidaada ku dhufato 200 bad loo qaybiyo 100 baa ku soo bixi tusidama million hadda intaad qortaan ku bal isamee ragina haysta calculatorada iyo telefoonna haaj abdalla maxaad samaysay 100 kii maxaad ahaa 2.5 iyo baashi islaashka feeraha ka raraa milyan 4 u qaybi hadaba labaatan iyo shan kun iyo xaji milyan 4 u qaybi waa 20,000 waayahay milyan 2.5 ku dhufo loo qaybiyo 100 hadda markaa waa 20,000 milyan waxaad u qaybisaa 10 loo qaybiyo 4 dhaadana 20,000 kun inta wada wad mari kartaa xirugu qaabku wuxuu ku fahmi karo iyo reemagaalba waa sida oo ma baahna sheekhu ugu dhufaad u hantida aad hayso oo waxaad ku dhufataa 4 afwan waxaan rabaa u qaybisaa 4 wixii soo baxa yaa zakada kugu waajibtay ah xaasilka ayaad bixinaysa haddaad hantidaada ku dhufato 2.5 u qaybiso 100 way soo bixi haddaad xisaab free taa baalkan feeraha laga taaban taqaana waa waxay hadii kale hantidaada oo reebaadiyada waxa tiraa loo qaybiyo 10 loo sii qaybiyay 4 maxaa soo baxay zakada ku salaaxaysay inta mislafan وحدثنا بكر بن شيبة وعمر الناقد وزمن حرب قالوا حدثنا وكيع أبو سفيان الرازي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية الأموي عن محمد بن يحيى بن حبان المازني عن يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معها نفيم دون 5 أوساق أوساق أوسق بين صوم الري لبضوا بمركة ويبنانتها حمل أحمال إن أفعل لغو جمعي وجمع قل أو صحيح أوي أوساقنا وأحمال أوكلي أوسقنا وحمل أوكلي لبضوا بمركة ويبنانتها ليس معهن فيما دون 5 أوساق شر الروح كير أو من تمر تمرأة ولا حب بدرأة صداقة زكوم واجبته وحي مرأة يضلق يصوقها أما شني أما فري يصوقها أما السيد هذا اللي رمال من السيد بوال السيد هذا وحاوه هي صداقة واجبكم أهو وحي انتا كير وحي قارنا ولا قربا تمرين هذه لو تمرت عادقة رواية إيمان دوت ولا ثمر أحج للحنفية والحجة للحنف ولا ثمر وحي مري صوغا مرو وحي مرو دن با لغا ربا وحادا ناتس كاتي دادان ودن وحوال با صوغا او مرا تمر بس ما زبيب كي وحيابها انكالو لا استعمال ودن يسوق لغو إبيا قالغا كل زكا لغا ربا باكا صوبيح إلا مرو مرو حبا صوغا كبا خير بدن هدو لغا چعليا او كان قيمة بدن با تمرتي وحدثنا إسحاق بن منصور الكوزج قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية الأموي عن محمد بن يحيى بن حبان المازني عن عمارة بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ما أن في حب بدر أما مرصوق
بير ولا تمرين تمر صوغ هذا صدقة كما واجبته حتى يبلغ إلى حبك قارو أما تمرته أي قارو خمسة أو سوق شان رتر أي قارو رتون هذا حقادي جريوي لبق كنتال بالساري جري رتون لبق كنتال بقادة رتقوي لبق حرشيموت بالساري أما لبق كنتال إذا شان رتر وحسل وضان طبان جوان بي وضان كنتال كي جوان كن واسكمت لو كي قد بدون واسكمت ولا فيما دون خمس ذود شنر قيل وحي كيرنا صدقة زكما واجبت ولا فيما دون خمس أواق صدق وحدثني عبد بن حميد الحافظ حدثني يحيى بن آدم من سليمان الأموي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد سنة كذا المرسل إسماعيل بن أمية عن يحيى عفوا عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد وطمرتين بهذا الإسناد سنة كأصقها أما كان كتب حديثك مثل حديثي ابن مهدي حديث ابن مهدي هذا إنه مرة النبي وكشري وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر بن راشد عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد سنة كذا مرة يسين إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مثل حديث ابن مهدي وحي من آدم بوشي غيرها سيش أنه قال عبد الرزاق وحيلي اللي عبد الرزاق ومطابع تنبسوا كرنايا عبد الرزاق وحيلي عبد الرزاق حديث كذا الثوري معمر وذا سعود كل رأي إلا أنه غير هصي أنه قال عبد الرزاق حيولا سومك ورنا بدل التمر تمرت بوس كذي بدل كذي ثمرين بويد ثمرين ملو يد ملة تمر مرهن ليس في حب ماشي أهيت ولا تمر سمين صمر ولا تمر ماشي حيول ولا ثمرين ثمر ملو دونه قل يا حدين ثمرك وانت مرك اي عرضا كتي ولي بسلانين مرك ان جكتي قلشان تمر بالليل هذا تفصيل كاس وجرا لكن الحديث عام بين من ذلك عند الحنفي وثمار باب لو جمعيا ثمرك وا كعان سن ياه وانا كغد بلارن ياه ثمرت عرضا كيالي وانا صح معناها اسغا وحدثنا هارون بن معروف المروزي وهارون بن سعيد الايلي قال لا بدر الشيخ وحيدا حدثنا ابن وهب بن عبد الله اخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن ابي الزبير محمد عن جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله اذا حديثك ابي سعيد مركو دمي طرق ذي متابعات كيسي ايوم مخراته كينا يا شاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان النبي يقول كوري ليس فيما دون خمس اواق من الورق اي من الفضه شنو قيضات او فضاء وحكير صداقه زكوم واجبته وليس فيما دون خمس ذود من الإبل شان وحكي روجيل صداقة زكاة مصر رواجب وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة وحي شر ترر وحي شر تركير أو تمر أما مرأة أنا أصنع أما محاوي كما واجب صدقة كما واجب أما ضلك لو صوقة إذن تصنع حديث جابر وحو عديو فأو مقراتك حديث أبي سعيد معاني دي كوي يمد وي انت انا يدا الله سو شيغي اما خولها نولا اما دلغا سو غا اما لعقها ان وعدا صدخدا اي قابكا مكا لو دغا ان زكا لغا ربو اي واجب كتاي وا مساله اجماع تفاصيل كلا لا اسكو هيا يا محارا هيا يا ان سبدا قاركود يا او قاستا غشا انها سا خلاف كتغ لكن إن لعقها زكا لغا ربو في ضئي الذهب أصلويين إن حولها النول زكا لغا ربو إن بدرك يدلغ إن أوسوك زكا لغا ربو من حيث الجملة ومسألة إجماع بحصوها ري وخلاف ذكاله إمن دونوي قليها مركا حنفيد أيه وحيليه وحوى البرك كالصبح إبن آدمك أي بيرتان حقنا أي قوضيستان لبا الله وكلا قادها وحلا بيغا هدو إياه oo sida galleyda iyo yaryaraha iyo bariiska qamadidoo kala la beegay iyo digirta la beego u yahay waxa lagu miqdaarka nabigu sheegay baa laga duulaya shan wasqi baa loo shardiya wixii aan lami aan la beegin ibnaadunka ay beertaan xaggana la quudaysto ama faakiyana loo isticmaalo ama raashin ahaan kalaha loo isticmaale qaliiluhu wa kathiru zaka laga raba هيا راضا هبطنا ذو الزكاة لغا ربا وحي كوسوغا عشر با لغا قاضية شيء اللب بيغا هدو يهي خمسة أوسوق با الله فيرين شيء اللب بيغا هدو سنهين أولا كيليو
وحال إلي قليله وكثير الزكاة لقربة عشر معاشرات كقلية أدل لدنا سداسة تلمانتي لي ومما أخرجنا لكم من الأرض عموم كاسان تاغنا يده أي حديث كإيمان دونه وفيما سقت السماء أو الغيم العشر إطلاق كاسان تاغنا أحاديثنا كلام حدث أحاديث جابر وأبي سعيد إلى آخره حدي وحيلي ووحل بيقال لقاه الله هي وحل بمما يقال أو يقتال بلقاه الله هي أحاديثنا صاصة أكل صعوتا الشافعي وحان لنا إزقلنينا حاضر مقشين بين محمل المضع على المقيد مركز أدون كون أسكو خربتين هي حمل الخاص حمل عام على الخاص ما بقى واحد اسكمه ربنا ينبغي ما يقال واسدا ما لا يقال له هل كاسين مريس صدرت خضارت فواكه ذا أرابت أن سلد عيسان قال يا كيرفور لقو إيبيو زكا لقربا هل كاسي حنفي مريس صدرت عربي وحيد القاضي أو بكر بن عربي أحوط المذاهب للفقراء والمساكين مذهب الحنفية ويقول تمر عنب هذا يابا استعماله قل لي يقم الدي يريريا بدبت رمين بدبت حسابك لو قال ادون ما طلبوا كل بعايا نولش ماشي لو وريس لا لو وريس بيدهن نبي كان غاميي وخا لا اسكو خنبارن ماشي ميان احاديثن واي كلا سوتا قرانك عمك سنه وا محفوظ ورك حنفيه انا وان جعله باب الزكاه ما كلا مره وقيد في عن يا سيف عم بديش ألاف كريم صوفا كتوكيان باب فيما فيه العشر أو نصف العشر وحب بابي هاي فيما فيه العشر أنت أوام خلاص قد كتابك أنت قبل المحمل الكري أنا نسام كوانا باب فيما فيه العشر أو نصف العشر وحب بابي هاي وحوك واجبي طمن ميلود ميل طمن ميلود قري عشر أو نصف العشر أما قري نسكي طبعاً ملود مال قوري قاسر لبلوسي كالتشبنية حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو المصر وهارون السعيد الأيلي وعمر بن السوات والوليد بن الشجاع كلهم وذادها أفرطاء مسواشاً وذادها أفرطاء عمر بن السوات والوليد هارون أحمد وأفر كلهم رمانت عن ابن وهب عبد الله بن وهب كقاضنا يعني قال أبو الطاهر السوي حوري أحمد بن عمرو أخبرنا عبد الله وهب ويقول كان عن بيدادين عن وهب انت تسوق مسلم كالدوية عن عم حارث المصري أن أبا الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي حدثه وحو الشيخ عمر أنه سمع إنه مغري جابن عبد الله يذكر الشيخ أنه سمع النبي قال نبي قول إنه مغري فيما سقت الأنهار جمع نهر وبياش وحي ورابيه فيما سقت الأنهار بيرها يدورك وبياش ورابيين جمع النهر وي وبي مركا حل حل جون اي ما دان نقضوا من دور دورون كلا جو انها نقضوا سيدو بيجا عادي فرقها لاجها كنا الله ذي جعمد بيها سوق هذا الروب كو كينو اما كركي ما دوحي ورابيه يولا غيم ضروره اما الروب كعادي جدا ورابيه العشور طمن ميلود ملبك واجب العشور طن ميلود ميل بك واجبي وفيما سقيا بيرت لغو وراب شيء بالثانية تجي لغو رابي دبر لغو يدان لغو رابي ساقيده و وأورتا أما جيلا بيها لغو صدامية بيرها لغو رابية صومالي وحي تقارن ما لكن واقع يمن تجيب عن قار بيرا دان ودمير لغو رابي علفك بعد دمير دورة بيها لغو صدامين بيه با رول ماشي نبنا لغو شبي ساسو بيرك غبحي سمركاس اي كنول يي يدين كنو وباشق القول هي لاغي سعودي كانالد سعودي وحق قبسن لادي حوال قبسن لادي او شيني سيد بركو دحداي واغي سومالي سيدتن دورك جاينا يي سومالي وحي ويديستين عوامات يو كالمي ويديستين وفتي جاينا دلك يمد وحي دح قادين سومالي قيبتن ولي كونفور بيماد جوبوينك يو شبلد هوسي احمر اني شبلد دح waxay ku yiraahdeen Soomaalidi waxa u baahan tahay lama arko laba hotel oo waaweyn yaa minna kismaaya aqtiyada ka dhiseyna minna shabeel hoose ka dhiseyna baqaalad weyn iyo moolna waa u fureyna iyo goromo lagu ciyaaro iyo hotel lagu cuntay Soomaalida laba hotel baan ka dejinay dhulka aan beeran ka dhigayna bayd Soomaalida oo dhan ba labada hotel baan u qaybinayna halka iska dageen
هسود دكان وح مشي يالها عنن فريوي روك أنت سجلنا دول بيرد يدل حيز يما يحلقوا رقمان يعدود بنك دكانة أدونك بيدك وح وقام بيدها هذا ورنتي ولا محي عن سماي من لباتن ملي تولي رجعنا محي دكان بقول مليان تولي بقول مليان بقولنا لما هو تلو وين بيدن قاله لو كنت سجل الله بس كعد الله وفيما سقط السماء هذا كور ما دقيش وهذا يمينه صاحبا أنتم مالي مرتقى هذا بحول عندي حديقة كبيرة يا حسن مهدي ما شاء الله ويجي مسألة إن لك هذا كور ما دقيش كي ببربروني أنت مرة إن لين أ إن يان يا دور يرو قلية وقبيرا وكوكا عسنية بيها لو رابين الحكاكي أنا هيا بور دير سلك يا ذا علكو يا الله يا دمر لقص وضل هيا قناعة عضو وحوين بين ترس وحال الرب دوسا كتوسين مشكلة كلوي كل واحد حول انتي WMB يو بلايك لو حول انتي إلهي بالله المان أو ديني وحي إلهي دنقلي كسب كين ملكين بيريهين ماركيسا دلق هذا أنت هنا كان يا سقال ود طبعا ودون يورو كذا قال بدنيا هذا الله يا عاي سقال ودن أو أما طبعا ودون يورو بحدي جوارد ولا صوت لابكون يسدي طبعاً أي سمايي الساعة كذا قال بدن من والبا وارو البرد بوليه تلحس بوليه عدود يحولون وين بدي بري بوليه وحصل لهين مجر لكن كوربشن بابي كوربشن مصماسق عورينا سيد هنا عبد الحسن مصماسق وصومالي مهرد المي وعجبيس وابو هول أسرع بحيرة قال لو مهرين بالله مصماسق وحلقة مغلي سيدك ربي أنت علميتك مصيبة قوة مصماص وصومالي مهرد ذي مركب وهاوش الصوماليات بأفريقيا قدرن هاي لم بركونا كيا جشان ملاين هاي يا قلة صوماليا ما فوق عسنت هاي يا كيا لم بركوا أنا عيبت أنا لقى أركايا كوم الله ماركو يا باكستان بركوا كشفيا المهم وحاول ركوا وحاس هذا هو أسبابي هذا حقوص عرماي حقوص عرماي فيما سقط الأنهار كان الله يفرقه يفردامه يلاغه يوبيه وحورابي يو الغيم والمطر ضرورة الله وضعه الرب كان له يجب إلهي لبعي سؤال قبطه يرحم ديسه العشور وفي رواية العشر نبال ورية طبعا بلد مالبا كواجبيس وفيما سقيا يحلقه ورابيه بالثانية نيف جيل وحورابي ويب الثانية سنة الناقة تصنو ومركا بها إصاد الدش لقول عاميو أورت نصف العشر عشر نسكي بك واجبي شيء طمن لوقي قوري جاس على بلوسي كلا جبنا يا معايا إلى مركو وحي لقوا هذا حيدين وقال يوحي لقول عامي لقول ورابي مطري إشدال خرش كاك قالوا سداسوا يلا سمايليا هدي قيبنا إلهي هو رابشو قيبنا خرش كاغا بحبير تسانا مسكبة ونقصو قودانا بحساب بالله نقونا يا رنك اللوه بدنيا بالسور راعين خرش كاغا هدو كبدنيا هاي وحا إلهي هو رابي حقا نصف العشر بات بحينيس رنك اللوه بدنيا عشر نما يسترن بات بحينيس هدي إسليقي هين ثلاث وأربع بالله قيبيني حساب بيكسو عن كل با هذا مسلمين مساكين تانكو حد قد بيني باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه وحبابه هاي الزكاة لغما لها أدون كفرس كيسي عفر روح مسلم كفرس أدوميس هذا المركز تجاري قناعس أوسنقلين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك مالك بن عبد الله مالك عبد الله مالك بن أنس بن ربا عن عبد الله بن دينار المدني العدوي مولاه عن سليمان بن يسار بن هلال عبد الله بن دينار وتابعي عن سليمان يسار الهلال وتابعي كالي عن عراق بن مالك الغفاري سليمان بكوي ومن رواية الأكابر عن الأصاغر أصنوى تابعي كالي عن عبرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم قفك مسلم كأمسار في عبدي أدون كيسي وقعنت كوهي ولا فرسي درمان كيسي فرس كيسي ودقان صدقة زكاة لغا مرة أدوما انتبضا وخدمة لو يشاء
هكو عاويان قعاني قرب هكو نغدي فرضهنا قايد أهم بالله يش أما الزينة يقروح باللوس لوس ميست أما هلقو هالجما أنت بان وحلو قط لك قلي ما هنا يترمان أو كبعان أو كردان أو هانتب بدل نقدان غالبا حكم كنا يدور مع الغلب مع الغالب ساسا إن مركب بشرطي التجار بس بدلي كرا صادرت وحي استعمال كان نوع عاصر الله قط لك قلي زك الله جمر ربو حكمة الشارع وعد كوا جانيسا قريها أدقنتهين استعماشان يصدو استعماشان يصدو باباها ياما قرد ماني كدو قوبي يدركات حيرتان إباليوبا يكبه إني يلبسكين أحبالك مرب حوله قيري يلوضي يأرقا هذي شقيان ويبيرها فلان ويعوامل نقضان ويكسو اللحظان وضي التران كياني كردان أي بلالان أيون يسكال لك مرب لأنه حي أصول نقضين مركي يقريه وكلاي نقضين قريه الدقن كا يدرك اللبس كابي حوله اللي عوطة لغاني ترمان أو عبطان أو نف من نف ده اللي عوطة لغاني هذي عوامل نقضان وشقية سيدة بيرها الله ده اللي قفة له وكالي أورتا اللي قفة دانس ده وكالي إذن ويكسو بحا ينساء إمادي حوله فوفي أما صوفي على الهجتين فوفي دي صوفي بيكار دانس ومالي دوي إذن زكا لغا مرّب وحن صوفينين حولي هذين معلوفون نقدان أولا على في حولي قول اسم ملك وحولي خرج كارب أو بل أقدي أو بدر أقدي أو أقعد خرج قرينا وحول نقضي بيرتي خرج إن لقوة رابي وحكا صوب حيبو سنجر حولي هذين على في زكا لغا مرّب ويعالف كنو ليه هذين حولي انت بدن فوفان مرمرا أدواغا أقولك تيبون شواء زكا لغا ربطا كارتك لوي أمرك علف أي كنا ليهنا حوله العلفي أما حوله أي بشقينا يانو بيرها فلا يانو وحتر ما يبقى سناهين وحيل من نقونا يان قريه ينرك لا دقن يه لا استعمالي ومن حكمة الباري ومن ثم يفقد سكو خلافين زكاة الحلي ذهب كلا حدو يفضل الله حدو زكاة ما لقربه وإذا دهل زكاة لقربه وحي قل لي باب كان عدادية حوله اللي عالفين أنفوفين كوي شقين يبيرها فلي بيها ندامين هدان زكا لقربين دهب كمكب حي دهب كيت كاها أما قناعسي كاها أما كردهي أما العقتها يوحون نقضي در لحرنا يكبي يلبس بو النقضي يدرع وكلو النقضي هالكاسي كدو لي نمنو حيلين عينتنا وحلقو حرية دهب ماشي الواركو محاكو دقن زكا كردقن لماذا ذهب يفيد الله ما بشر دي إنا الكران إنا الشقية إن لقد قديو عين تضاب قيمة بدن محايا لي وأصل القيم وحلو قيمة يوي أمواش وحلو تقويميو لقو قدريو لقو تشانقو يبا أسقابا وح أصل أموال أها وكب حيا بابك وبابك لو اللي بيصير ضربه قال يلي ما ينتقي والذين يكنزون ذهب يحديث كلنا وقو قبان هيا مركلا بضع باب إنا تكلم فانتا ومهم جدا مركب محل لوغا ساري فرسك ايو ادونكو ان ادفانتين بان انت اوشيغ دنك لك ملي وحدثني عمرو الناقد وزيد بن حرب قال حدثنا سمين عيينته حدثنا ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد الاموي عن مكحول ابي عبد الله الشامي عن سليمان بن يسار هذا وحور ربا مكا انو مكحول الشامي وسكن التابعي انو متابعيه وذلك اها عبد الله بن دينار العدوي عن سلم يسأل عن عراق بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو وحيره عمرو الناقد زهير نؤصن بهن عن النبي وقال زهير وحير مكو حديثك كقادن هي طريقي سي إلى أبي هريرة يبلغ به النبي قال أبو رحير يبلغ به النبي عن النبي ماشي وكيد عمرو الناقد وذكر يبلغ به النبي ليس على المسلم في عبده أدونك مصر مسلم مسلم كمصر أدونك إذا ولا فرس صدق ليس على المسلم صدقة قفك مسلم كصدقة لغمالها في عبده أدونك إذا وفرسي صدقة الله قال يواتي حولها عين تدكو واجب إذا هذي حولها نسبة دلان وأدوما كشقة يسطط قنعسة تكون نقط قنعسة تكون نقط أما فردات كشقة يسطط عروض تجارة بدأ عالي زكري دبع لغربة برك لغربة وكالي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال التيمي
وحدثني حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل العبدري كلهم ولا دهر دمانتود عن خثيم بن عراق ابن مالك عن أبي عراق بن مالك كلهم مركب ودا دهر قرن إسلام وجد إسماعيل بن حاتم حاتم بن إسماعيل إدين دمبي حماد بن زيد هي سليمان بن بلال التيمي كلهم عن خثيم بن عراق عن النبي نبي كوري بمثله حديث كهوري صومرتين سليمان وكقادني عن عراق إلا خثيم بهذا سليمان متابعين هي. وحدثنا أبو الطاهر وهارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى بن حسان المصري قالوا جماعة حدثنا من وهب بن عبد الله أخبرنا مخرمة وهذا من دقة مسلم وتفننه في الباب وعبقرية في الحديث سنة كان أضم بي متابعة أضم بسوحه هل كان أقول لي خلاف باكجرة في سماع مخرمة عن أبيه شواهدي طرق دي حديث أبو رمكو سورد طريق أضم بي دب مريي زياد وحنا أسرع زياد وتأن كؤمن طرق ذهر حيوك بضان أخبرنا مخرمة ابن بكير عن أبي أبي بكير بن عبد الله بن الأشج عن عراق ابن مالك مخرمة وانين ثقاء وجبل حافظة أبيهنا وانين تابع أذو قيمة بضان وحال اسكوها يحوي مخرمة أبيه وحمكم مقلي وحان مرن لهين كتاب كأبيه بوحكورية أبيه كتاب أحدث كقرنشري يا أبي مرخو دنتيبو هلي وكورية عن أبي هذوله أما أباه وحجري وحسكنا يا أصل كي كتاب كأبيه وكوي رسنشري أحاديثه وكقري كتاب كأبيه وحكورية ومساته إجماع بين المحدثين وحيسكوها ينكلية أبيه كتاب كسو حكورية وحما كم مقلي إنه سن كم قال بالله بدنيا هل حديث بس وكم قالوا حديث وتر لا يداف أنت كلو حكم وصم مقل صدق ما دب يكليين وإذا دير حكم وصم مقل ولا حديثا واحدا وإنما يروي عن كتاب أبي وجادة لمن هلك عصي مري لمن وحيم إليه أنت بدن أبي كتابك سو حكوريا لكن وسمع منه قليلا ابن المديني باكم يظهر هلك مري جماعة من المحدثين لمن السماع يسقيا هو صدح لها مذهب وي مذهب كأورانية لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر لوبدنية وحكوصه على كتاب كأبي مرك كتابه وكتاب محفوظة أولا يغانو مضبوضة أبي أولها وحلسكوها أبيه ما أؤذ ميوي أن يروي عنه هذا الكتاب كتاب كان يقول أبيه ميلو ما أؤذ مي فيكون إجازة إلا مصطلح وقرنا يسان أمرك أقول نغضوه من باب الإجازة مسيه خدك أبيه بقرنا يا آل بيت كيسه بقرنا حلو يا أبيه أوما إدمي وحنك أمام مقالي أساقها هلو كوريني فيكون وجادة وحلو بأنه وجادية إنه وجادية اللو سادرت يد مسلم قدال أقي قول يا أبوكو إن كروري لماذا مسلم أقورني إسا مخرمة عن أبيه وأنا أسوق منقطعة وصمع أوسن شرين لو ما إنكرك مسلم إنما يروي عنه في المتابعات والشواهد هل حديثه عسكضي ومن رواية مخرمة عن أبيه مجرى مسلم من بداية إلى آخر الكتاب أما الشواهد بكوك أنا أما المتابعات فنق مسلم والله صعده وذات لقادك رماه مركي ربان وذات كإنه قد قضان بوحيسكو اسكاكها خلطين دار قدني وذات ده هو شاسي متابعات كيوه شواهد ومما أنكر على مسلم والله اسكاكها ديه روايته عن مخرمة عن أبيه إذن ما يشهد عين لو شيء ما هي مسلم صاحك قصها للمقدمة إنه كتاب ترتيب دونه صدح قيبوت كدق دون صدرت من القيسراني إنك محمد طاهر لو أنجو حوري أنكر على مسلم إخراجه هذا الترجمة إخراجه هذا الترجمة ومحوج ذا مخرمة عن أبيه عن عراق بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على العبد عفوا ليس في العبد ليس في العبد أدون كما جرتوا لك مرة بصدقة زكاة واجبة إلا صدقة الفطر زكاة الفطر كان مهيون أو بدن كيسا لك ربا مهيون قد يضع مركة مكنا سوقها بأنه حديثك حاورية بكير بن عبد الله
من الأشج عن عراق وحاكلوا مركة متابعية مخرمة متابعية أما بكير بمتابعين متابعة تامة أما مخرمة متابعة ناقصة أما قاصرة دي جرتين خثيم من عراق هذا نمرين خثيم من عراق بن مالك عن أبيه وطمرتين ومركة بكير بمتابعين وحاكلوا متابعي سليم بن يسار عن عراق بن مالك ونزومر وحام متابع مسلم أوسن شيقر وكوي خارج الصحيحين كوي جعف بن ربيعة جعف بن ربيعة خثيم من عراق سليم بن يسار كلهم وحي وكقد حدك عن عراق بن مالك عن أبي هريرة كالرواية بكير بن عبد الله الأشج حق أنه كورنا يقول كيسها مخرمة إذن حديث كان إنت أن تنبي إلا صدقة الفطر بأكين مسلم مشاهد هانا أوكين ويحكي لمدي هاي حديث هوري ابن القطان الفاسي أسوه وحوجي لي رواية حتى لابتركيضه دار قدنا وحو وريي من رواية جماعة بإسناد صحيح متصل وأنا رنتي من حيث الثبوت ويسوغنت هاي لكن ليس على شرط مسلم في الاعتماد إنما هي على شرط مسلم في الاستشهاد والاعتداد والله سبحانه وتعالى أعلم.